النهاردة كان عندي حالة الشعرة دي عروسة أمورة كده وكيوتة، بس شعرها معقدها في حياتها. جيالي والحل الوحيد اللي في دماغها ان هي تتخلص منه. تتخلصي منه ازاي يا حبيبتي؟ انتي لازم تقصيلي شعرك. يا لهوي، انا اقصلك شعرك؟ لا طبعا. طب ما تديني فرصتي وسيبيني شوفيني هعملك ايه. اقنعتها ان هي تديني بس 3 ساعات وتشوف هنعرف نحول الشعر دوت وخليها عروسة بجد ولا لا. اقنعتها ان انا هعمل لها جلسة فيلر، يعني هنحط المادة ونقعد بيها ساعة ونشطف المادة وبعد كده نبدأ نتوي. وانا اكيد اقنعتها طبعا، يعني انا مقنعة اساسا. ما هي مادام جيالي يبقى اكيد واثقة في كلامي، وطبعا شايفة نتائج الشعر عندي عاملة ازاي. بس هي مقتنعة ان شعرها ده ملهوش حل. بالعكس، انا شايفة ان شعرها دوت جلسة فيلر، يعني جلسة يعني مادة خفيفة جدا ومكوة خفيفة جدا هتغير لنا الحال خالص ان شاء الله. طبعا نضفنا المادة وقعدتها الساعة وبعد كده شطفنا شطف كامل عشان ما يبقاش المادة تقيلة على الشعر. وزي ما انتوا شايفين كونا الشعر مكوة خفيفة وسريعة، ما كملناش كوي 2 ساعة تقريبا. وبعد الساعتين كانت المفاجأة. احنا كده خلاص قربنا نخلص الجلسة ودخلنا غسلنا الشعر. دي العروسة. دي الزبدة، دي العروسة. طبعا هي فرحت خالص بنتيجة الشعر، وانا كمان فرحت بنتيجة الشعر. فرحت قوي ان انا اقنعتها ان بلاش او اوعي تقصي شعرك. هنشف بقى الشعر واوريكم نتيجة الشعر كانت ايه. انا هنا بقى طفيت النور عشان عايز الشعر هو اللي ينور قدامكم وتشوفوا النتيجة ايه. الزبدة دي هي دي العروسة اللي كانت من شوية عايزة تقص شعرها. تتهنى بيه ان شاء الله، واوعي تفكري في القص قبل ما تفكري في حل خفيف ممكن يفيد شعرك وتتمتعي بيه. حرام يبقى شعرك طويل كده ويعتبر مش وحش ومش عارفة تتمتعي بيه. خليكي عروسة دايما وفكري في الحل المناسب لشعرك.